المستوى البطولة وغادي كيتطور في المغرب، لان هناك يعني اشواط كثيرة تقطعت، كنشوفوا ملاعب في المستوى بنية تحتية، الجمهور رجع بقوة والحمد لله، هذا حافز كبير، وخصوصا وحنا من دورنا خصنا نطوروا الاداء ديال اللاعبين ديالنا، ولكن نبحثوا على اسلوب جيد، وكذلك على النتائج، الجمهور كيبغي نتائج ولكن بطريقة معينة. اظن بان الحمد لله الرجوع ديالي بطريقة سلسة، فريق عريق، فريق له كل مقومات النجاح، واظن بانه حنا بالنسبه لنا المكانه الطبيعيه ديال اولمبيك خريبكا خصو يرجع الادوار اللي كان كيلعبها سابقا من خمسه للفوق، ولما لا كذلك ان شاء الله يوليو شرف بان اي لاعب يتمنى يحمل قميص اولمبيك خريبكا، علما بانه فريق اولمبيك خريبكا من السابق كان يعني في التركيبه البترسانه البشريه اللي لحقت على القاب، ولهذا كانت الاكثريه من لاعبين ديال المنطقه او لاعبين ديال الفريق اللي كيتكونوا في الفئات العمريه، فنتفكروا الجيل ديال 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 الحبابي وديال ديال الزرقاوي وديال فيدادي واحد وفيدادي جوج، من بعد الجيل ديال بوشعيب بطاشي، واظن بان هناك جيل اخر كذلك ديال المرصدي ديال 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 العقال ديال ديال رضوان بقلال ديال حاليا عبد الصمد وراد اللي معايا، الجيل ديال حمزه بودلال، فاظن هادو كلهم ولاد خريبكا في المدرسه، فاحنا ان شاء الله غنحاولوا يعني باش الفريق يبقى بعد اول شيء على اساس الاستراتيجيه المقبله، يعني يكون تعزيزات، ولكن تعزيزات دائم اللاعبين، لان ثلاثه اللاعبين عندنا في المنتخب ديال اقل من 20 سنه، وشفتوا من احسن المهاجمين حاليا عندنا اللي هو، وهذا ونتمنى له التوفيق ان شاء الله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.